واحلى ليه راجع واحلى ليه والله يشافيه. انا عمتي درهم ما كملش حتى 2000 درهم ما عمري سمعت انايا. انا ما عرفتش الانسان هذا مضارب مع الجمهور. تعطي من الوقت دخل مو جمهور تراجع ديال هذه الحاله. واش تقول على المقابله ديال لمن؟ واد المقابله هذه بحال تحرمنا من الجمهور بهذا الثمن اللي دارت السي ايت منا. حرم الجمهور ديال الرجاء حشومه. جمهور الرجاء كان غادي يكون واحد 20000 متفرج وازيد كانوا مساكن بغا يتفرجوا وبغا يشجعوا الفرقه ديالهم. المهم تدي لهم 200 درهم ما كملش حتى 2000 درهم ما عمري سمعت انايا. تيران محمد الخامس ما عمري سمعت 2000 درهم ما نكذبش عليك. و200 درهم ماشي قاسي على غجوين وقاسي على الجمهور والناس مساكن بغا يمشيو والله ما يبقوا في ديورهم. انا شي جينا من الاحسن يبقوا في ديورهم الا كانت واقف. وهاد الناس هما مساكن هونديكاب شوف روح فينا ومغامرين مع الفرقه وتابعين الفرقه ديالهم مساكن. هنا تتعرف ان الفرقه غادي يدخلوا دور رجال الامن مساكن الله يجازيهم بخير. رجال الامن راه داروا مساعده كلهم مساكن باش يدخلوا راه كلهم مدخلين مساكن وتنسقوا مساكن. وهذا السي ايت من انا غادي نعاود نقول لك اسيدي تنقول الله يهديك انت انسان واعي وقاري ما خصكش تكون من هادشي كامل. علاش انت تكون علاش انت تكون مع فريق الوداد البيضاء وتعطيهم تعطي الفريق الوداد البيضاء والوراق هما بالشهاده ديال جمهور شباب محمد الله يجازيه بخير تعطيهم الوراق تدخلهم وجمهور الرجاء يدير لهاد الحاله. هادشي باغي يشد الوداد ولا عينو شي حاجه فشي حاجه هو عنده شي هدف عنده شي هدف تيقلب عليهم. ما هو راه حيد من محمد يدير رئيس خر هذه ما فهمتش اش تيدير هذاك السيد. مجموعه المحمديه والمحمديه بزاف عليهم. المحمديه كبيره على كل شيء احسن مدينه تنبغيوها وتنشكروا رجال الامن ديالنا. اخويا سلام على المقابله ديال اليوم. المقابله ديال اليوم اخويا غتكون مقابله صعبه بحكم التذبذب ديال النتائج بالنسبه لنادي الرجاء الرياضي. وديما راك عارف كنتمناو يكون خير وصافي. حنا كنبغيو نصيفطوا فرقنا حتى لاخر عام. كيجيوك التذاكر المبلغ ديالهم؟ المبلغ ديالهم مبلغ اللي هو باهظ. انا ما عرفتش الانسان هذا مضارب مع جمهور حجم كجمهور الرجاء الرياضي العالمي. انا ما عرفتش علاش السيد هذا كيدير كيتعامل بحال هكا والرجاء بالضبط ما عرفتش علاش. والله ياخذ في الحق هذا ما كان بالنسبه لي حاجه ماشي ظالمه وماشي واحلى ليه رجاء واحلى ليه والله يشافيه. انا عاذره مسكين الله يشافيه حيت بزاف اللي مرادين بالرجاء وما اكثرهم اليوم غادي يزيد ما والله يشافيه. القرار ديال الجماهير انا مقاطع انهم ما يجيوش يتفرجوا. قرار رجولي قرار رجولي. انا كنأيدهم باش تقطع تيكيت ب 2000 درهم باش تقطع تيكيت ب 300 درهم ب 200 درهم. انا ما داخلش نتفرج في بارسا ما داخلش نتفرج انا في ليفربول. مباراه بسيطه فريق الا طلع من الهوات كندخل كنتفرج مقابله بسيطه يعني ما متسالش حتى من اللي هو باهت جدا. بالنسبه للاعبين والمشكل بالنسبه للاعبين كنتمنى ان يكونوا رجال ويضحيوا حيت توني كبير تاني لو ماشي صغير تاني هزوه رجال وجابوا لي تيتر كبار كنتمناو يكونوا رجال و دابا دابا انت ما خديتيش التذكره ديالك ما خديتيش التذكره ديالك حاليا انت ذاك ما كاينش باهظه اللي ما غتخلبكش 200 درهم ولا هذا اللي حنا نشوفوا دابا بحكم حنا الساكنه ديال المحمديه حسيتي بهذاك المبلغ هذا المبلغ اللي هو باهظ المبلغ اللي هو كبير 300 درهم ماشي درهم انت بالك حتى ما غيبقاو في خوتك اللي ما عندهمش هذا هذاك الشيء. دابا حاليا جيت انا نشوف الاجواء نشوف نشوف زعما كيفاش السوق السوداء شنو فيها شنو هذه الثمن بالعكس مرتفع اكثر من 200 درهم في السوق السوداء. كاين اللي باغي يبيع 250 300 باغي يبيع 350 وهذا ما كان يعني الله ياخذ فيهم الحق وصافي. شكرا.